بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 19 حول البيتا ثلاسيميا تريت أو البيتا ثلاسيميا مينور. حتكلم في هذه المحاضرة على الديفينيشن، على الباثوفيسيولوجي، على اللاب دياغنوسيس، على الجينيتيك كونسلينج. تعالوا أول شيء نعرف الديفينيشن للبيتا ثلاسيميا تريت. هي عبارة عن quantitative defect in one gene of beta chain. احنا اتفقنا انه في معايا one gene في كل كروموسوم، في معايا two genes، احنا حيكون في defect في one gene في one chromosome. هذا الديفكت حيؤدي الى decrease البرودكشن of hemoglobin A وبالتالي without hemolysis، لانه حيحصل compensated. طيب الهيموغلوبين A حيحصل له decrease، لكن مش حيحصل عملية hemolysis، حيحصل غالبا compensated زي ما حنشوف في الباثوفيسيولوجي. طيب احنا اتفقنا انه اي ميوتيشن في قضية في البيتا تشين اذا ادى الى بيتا زيرو اور بيتا دوت، ده ما فيش اي production. لو حصل عملية ميوتيشن وحصل عملية diminished نقول عليها انها بيتا بلس. طيب في نقطة مهمة جدا هنا، في حاجة يسموها سايلنت كارير بيتا ثلاسيميا. هذه السايلنت كارير بيتا ثلاسيميا ما تحدث في الجين حق البيتا خالص، هذه تحدث في قضية البروموترز اللي قبل الجين حق البيتا، فيحصل ميوتيشن في قضية البروموترز وبالتالي هذا الميوتيشن يؤثر بنسبة بسيطة على قضية البرودكشن للبيتا جين، فبالتالي هنا هذه نسميها سايلنت، لكن البيتا ما فيهاش مشكلة، ما فيهاش أي ميوتيشن، الميوتيشن موجودة في البروموترز. طيب النقطة الثانية، تعالوا نتكلم على الباثوفيسيولوجي لقضية البيتا ثلاسيميا تريت. إن في معنى عملية يا تكون بيتا سليمة وبيتا بلس، وبالتالي دي حتكون ما معناها إن بيتا بتطلع تشين كاملة، وبيتا بلس معناها انه حصل ميوتيشن فيها فبتطلع كميه قليله من السلسله او من البيتا. نفس الوضع بالنسبه للبيتا الثانيه، بيتا سليمه معناها انها بتطلع سلسله كامله، بيتا بلس حصل فيها ميوتيشن فبالتالي ما بتطلعش اي سلسله، وبالتالي هنا نسميها بالتاكيد هيتروزايغس لانه الديفكت في 1 جين في 1 كروموسوم، ده طبعا اللي هو في كروموسوم 11. ده بالنسبة إذن لقضية كيف ممكن تحدث عملية البيتا ثلاسيميا تريت، يا هي بيتا سليمة بيتا بلس، يا بيتا سليمة بيتا زيرو أو بيتا دوت. طيب الآن حصل ديكريز في البيتا، الديكريز اللي في بيتا أكيد ما دام حصل ديكريز في البيتا حيحصل إنكريز في الألفا. حصول الإنكريز في الألفا ده حيؤدي إلى جلوبين تشين إمبالانس، ودي قلنا هي الأساس النقطة ليش بيحدث الديزيز نتيجة لجلوبين تشين إمبالانس. لكن هذا الجلوبين تشين امبالانس بيكون ديبندنج على الاماونت اوف ديكريز. لو كان عمليه الديكريز بسيط مش هيحصل عمليه الجلوبين تشين امبالانس، لكن لو كان الديكريز كبير هيحصل قضيه الجلوبين تشين امبالانس، وبالتالي هيحصل بريسيبيتيشن في الار بي سيز، وبالتالي هيحصل لها ديستراكشن باي السبلين، وبالتالي هيحصل ما نسميها بالكرونيك هيموليتيك انيميا. طيب الان احنا معانا الهيموجلوبين الطبيعي هو 2 الفا 2 بيتا، فبالتالي ده النورمال هيموجلوبين. حصل ديكريز في البيتا، لو ما حصل ديكريز في البيتا بالتأكيد حيقل عملية الهيموجلوبين A، لأن الهيموجلوبين A هو عبارة عن ألفا بيتا، حيقل الهيموجلوبين A. لو ما يقل عملية الهيموجلوبين A أو لما تقل عملية البيتا حتزيد الألفا، الألفا لأن ما حصلتش بيتا ترتبط بها، فحتكون في فري ألفا. الفري ألفا نقطة مهمة وهي كاركترستيك في تشخيص قضية البيتا ثلاسيميا تريت، ان الهيموجلوبين اي 2 حيزداد، حيكون اكثر من 3.5. ليش هنا حيزداد؟ لان في معانا فري الفا، الفري الفا حترتبط مع الدلتا وحتكون لنا هيموجلوبين اي 2. طيب النقطه المهمه جدا ان في معانا الان فري الفا تشين، قلنا المفروض يحصل عمليه البريسيبيتيشن في الار بي سيز، لكن ده مش حيحصل الا لما يكون في معايا عدد اكسس من الفري الفا تشين، لانه الالفا دي اللي هي فري حترتبط بالدلتا وحتكون زي ما قلنا الهيموجلوبين اي 2، وهو يعتبر كاركترستيك في تشخيص البيتا ثلاسيميا تريت. فبالتالي مش حيحصل عمليه الدستراكشن الا اذا حصل اكسس لقضيه الفري الفا تشين. طيب الان طبعا زي ما قلنا دي كومبنسيتد، فبالتالي ممكن يزيد الار بي سيز، وقلنا الار بي سيز دي ممكن تزداد لقضيه النون الكوز، وبعضهم يجي يقول لك لانه حيحصل اريثروبايوسيس فبالتالي حتزداد الار بي سيز.
الأنيميا زي ما قلنا ممكن تكون موجودة وممكن تكون مش موجودة على حسب عملية، هل حيحصل فيه هيموليسيس ولا مش حيحصل هيموليسيس. الهيموغلوبين حيكون غالبا من 10 إلى 13، بالتأكيد حيكون فيه مايكروسيتيك أو مايكروسايتوزيس وهايبوكرومي. لما نقول احنا مايكروسايتوزيس هنا يعني حجمها صغير، حيكون عملية من 70 إلى 75 فيمتوليتر. طيب تعالوا نشوف اللاب دياجنوسيس. طبعا دي اساسا حتى دي بيشخصوها ديسكفر اكسيدنتال، يعني بشكل كده يعني على الطريق، يعني ما حدش بيعاني عشان يكتشفها غالبا، فبيكون عمليه الديسكفر اكسيدنتال. النقطه الثانيه احنا التشخيص حقنا اتفقنا انه 3 3 1 1 1. تعالوا نشوف اول ثلاثه، اتفقنا في هيموغلوبين ار بي سيز هيماتوكريت، بالتاكيد حيحصلوا ديكريز، وزي ما انتم شايفين هنا الار بي سيز حصل لها انكريز لكن الهيماتوكريت كمان ديكريز، بالتاكيد قلنا دي معناها انيميا. ما دام انيميا حنروح نقرا الثلاثه البارامترز الثانيين، فحنقرا الام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي، بالتاكيد ديكريز وديكريز وديكريز، معناها انه احنا مع عمليه مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. فبالتالي حنروح نشوف عمليه زي ما قلنا بلاد فيلم، البلاد فيلم حيكون فيه مايكروسايتوزيس وحيكون فيه تارجت سيل، وزي ما انتم شايفينها كاركترستيك التارجت سيل. حنروح نشوف قضيه الار دي دبليو، وغالبا حتكون نورمال الار دي دبليو، مش حيكون في فاريشن كبير، او اذا زادت حيكون في سلايتلي انكريز. نفس الوضع بالنسبه لقضيه الريتيكولوسايت، حيكون في سلايتلي ديكريز وممكن تكون كمان وذن نورمال. الكونفرماتوري تيست في الحقيقه هي هيموجلوبين سيبريشن. هنا لما نشوف بقضيه الجيل الكتروفريسيس، زي ما انتم شايفين الان اللي عليه المستطيل، في كميه هيموجلوبين اي 2 موجوده غالبا حتكون اكثر من 3.5، لكن احنا اتفقنا واحنا بنستعرض الدياجنوستيك ميثود للهيموجلوبين سيبريشن، قلنا ان الجيل الكتروفريسيس يفترض الا تستخدم، ولكن نستخدم عمليه الكابلري الكتروفوريسيس. شايفين في الكابلري الكتروفوريسيس الان كيف واضحه انه قضيه الهيموجلوبين اي 2 بيطلعها لك بالنسبه واضحه، طبعا هنا بيطلعها تقريبا 4.3، فدي كاركترستيك لقضيه البيتا ثلاسيميا 3. طبعا في نقطه مهمه جدا، الهيموجلوبين اي 2 لا يرتفع اكثر من 8، احنا ممكن نقبله الى حد 10 فقط، فوق ال 10 اذا هذه حاجه غير الهيموجلوبين اي 2. طيب طبعا دي بالهيموجلوبين، كمان بال HbA1c زي ما انتم شايفين هيموجلوبين اي 2 مطلعه كمان 4.6، لكن احنا انا في تصوري انه الاعتماد على الكابلري الكتروفوريسيس يعتبر من الاشياء المهمه جدا في تشخيص عمليه الثلاسيميا بشكل عام. طيب الان في نقطه مهمه جدا، لو في بيتا ثلاسيميا تريت ومعنا كمان الفا ثلاسيميا تريت، هذا حيؤدي الى انه الاي 2 حيصبح نورمال وليس انكريز، وهذه نقطه مهمه جدا، وهذه ان شاء الله حنتناولها ان شاء الله واحنا نتكلم على قضيه الكيسز. نقطه ثانيه، لو شخص عنده بيتا ثلاسيميا تريت وعنده ايون، كمان عنده ايون ديفيشنسي انيميا او عنده فوليت ديفيشنسي او عنده هايبوثايرويديزم، كمان الاي 2 حتطلع نورمال، ودي نقطه مهمه جدا ودي حنتناولها ان شاء الله كمان في الكيس، واحنا نعمل انتربريتيشن للكيس لما نقراها ان شاء الله. طيب بالتاكيد الان كونجكتد بلوروبين نورمال، الاستول حيكون نورمال، ما فيش دارك استول هنا، ما فيش عمليه الهيموليسيس، السيرم اير نورمال، السيرم فيريتين نورمال، التي اي بي سي نورمال. ده في الشخص اللي ما طبعا زي ما قلنا ما عندوش ايون ديفيشنسي انيميا، فقط عنده عمليه البيتا ثلاسيميا تريت. هذا بالنسبه لقضيه الدياجنوسيس بالنسبه لنا حق السكيم حقنا، انه في معنا مايكروسايتوزيس وفي ممكن ريتكس تكون زايده، حتكون حنتكلم على قضيه الثلاسيميا. طيب تعالوا نشوف عمليه ما هي المشكله، لابد نعمل جينيتك كونسلنج. الان لو شخص او نقول امراه سليمه والزوج عنده عمليه تريت، عنده ديفكت في وان جين نقول عليه بيتا زيرو، فايش احتماليه الابناء اللي موجودين؟ 50% من الابناء في اي ولاده احتمال يكون عنده عمليه التريت، و50% حيكون عنده قضيه الهيلثي. لو كان طبعا قضيه الزوجه يعني عندها تريت انها عندها عمليه بيتا سليمه وبيتا زيرو، والزوج كمان بيتا سليمه وبيتا زيرو، لكم ان تتصوروا الابناء حيكون انه 25% حيحصل عندهم الديزيز اللي نقول عليه انه حيكون اللي هو البيتا زيرو بيتا زيرو، وبالتالي دي الثلاسيميا ميجر، وبالتالي في اي ولاده 25% احتمال عندهم يكون قضيه الثلاسيميا ميجر، 50% ممكن يكونوا تريت و25% ممكن يكونوا هيلثي. كنت معكم فيما مضى في قضية البيتا ثلاسيميا تريت، تكلمنا على الديفينيشن، على الباثوفيسيولوجي، على الدياجنوسيس، على الجينيتيك كونسلنج. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.